السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجر الهميد إن حزبه رفض التمديد للرئيس لمأمورية ثالثة خلال جلسات الحوار الوطني، وعارضها بشدة حينما طلب بها أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال الجلسات. وأكد الهميد خلال لقاء نظمه حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي في العاصمة نواكشوط بمناسبة استقبال الحزب منضمين جدد، أكد أنه شخصيا رفض تغيير العلم والنشيد الوطنيين. احتفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في نواكشوط بانتخاب موريتانيا عضوا في اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة. وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ تراد والعبد المالك إن هذه تعتبر رابع لجنة أممية تنتخب موريتانيا عضوا فيها خلال سنتين. قاطع عدد من الممرضين والقابلات مسابقة الاكتتاب الداخلي المنظمة في العاصمة نواكشوط احتجاجا على قرار قالوا إنه صادر عن وزارة الصحة يقضي بقطع رواتبهم أثناء فترة التكوين التي تستمر عامين. وانتقد مقاطع المسابقة خلال احتجاج نظموه أمام مدرسة الصحة بنواكشوط، انتقدوا نظام أسلاك قطاع الصحة واصفينه بالسلبي. دعت النقابة الوطنية للمستشارين التربويين في التعليم الأساسي وزارة التهذيب الوطني إلى التراجع عن قرار إرجاع 306 من المستشارين التربويين والملحقين الإداريين للتدريس. واعتبرت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في نواكشوط قرار إرجاع المستشارين والملحقين إلى التدريس قرارا جائرا وفق تعبيرها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة، موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.